كتشوفوا دابا مع في استعدادات لكاس العالم ان شاء الله اللي غتقام في بوينس ايرس ان شاء الله نهار 6 نوفمبر غيكون الافتتاح ديال كاس العالم اللي يكون اول كاس العالم في التاريخ ديال الفئه ديال قصه القامه. استعدادات كتمر في اجواء جيده، كانوا هاد المره هادي جاوا لاعبين جداد وان شاء الله هاد اللاعبين هادو اللي جاونا من المغرب كامل كما شفتوا جانا لاعب اللي كان كيلعب في المنتخب الفرنسي واللي دار الاختيار ديال القلب ديالو وبغى يلتحق مع اللاعبين ديال المنتخب الوطني ويشارك في كاس العالم هادي، ولما لا ان شاء الله تكون نتائج ايجابيه ونفرحوا ان شاء الله الشعب المغربي كما كان في الدورات الماضيه في كوبا امريكا وفي الكاس الافرو اسيوي اللي تنظمت في قنيطره واللي فاز بها المنتخب المغربي. كنشكركم كموقع اسبريس على المسانده ديالكم والتتبع ديالكم لهاد اللاعبين هادو اللي كيستاهلوا التشجيع مع الجامع. كنتكون في فرنسا ا باري دوريجين ماروكان، ما فامي دو كازابلانكا اكادير، لعبت مع ليكيب ناسيونال دو فرانس لاين دانيير وتفرجت على المغرب في التلفازه وفي انستغرام شفتهم عندهم واحد فركه واعره وعندهم الكومبليسيتي مانيفيك. J'ai vu un projet qui était long et j'ai beaucoup aimé. Et mon rêve, c'était d'être avec l'équipe nationale du Maroc et de réaliser mon rêve de jouer à la Coupe du Monde avec l'équipe nationale du Maroc et rendre fier ma famille et le peuple marocain. C'est d'être, Inch'Allah, Gaïza Mziana, Kouchi Wadak. Inch'Allah, quand on a eu le Naja, on a eu le Kass l'Alam, le Kissar l'Qama, l'Argentine. Tabarak Allah, l'Ajwa, Fhal Khout, Kouchi Sawa Sawa. تبارك الله كنتمنوا نمشيو نكملوا نمشيو لقدام ان شاء الله. الحمد لله حنا كنوجدوا في اجواء خياليه، انا تبارك الله مدربين دي ستاف تكنيك مزيانين ان شاء الله، بغينا نفرحوا المغرب ونفرحوا البلاد ديالنا ان شاء الله. اليوم مره تقام هذه في دوله الارجنتين كاس العالم ولا دوله الارجنتين بوينس ايرس، وكنتمنوا الافضل ان شاء الله، بغينا نفرحوا الدوله ديالنا ونفرحوا المغرب ديالنا واللاعبين ونكونوا في المستوى. كنتمنوا دينا الكاس نهداو للجمهور وجلاله الملك ان شاء الله والجماهير ديالنا ونفرحوا الشعب المغربي.